بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم في العمل التطبيقي السادس الخاص بالمتصفح. إذا من خلال هذا العمل سنحاول تعلم طريقة استعمال متصفح الويب ومحرك البحث كوسائل. سنقوم باستعمال أجهزة الحاسوب وأيضا شبكة الإنترنت، إذا يجب التأكد أنكم متصلين بشبكة الإنترنت. كنشاطات مقترحة، سنحاول تشغيل متصفح الويب فايرفوكس وأيضا تغيير الصفحة الرئيسية إلى محرك البحث جوجل على الرابط www.google.fr، ثم سنحاول إضافة صفحة أو موقع إلى المفضلة لفابوري. بعدها سنحاول القيام بعمل كل من بحث بسيط مباشر وأيضا بحث متقدم باستعمال محرك البحث جوجل، استعمال مختلف المعاملات مثلا معامل اللغة، الموقع، نوع الملف، المطتين، الأور إلى آخره. بعد ذلك سنتطرق إلى كيفية استعمال محرك البحث جوجل للقيام بالحسابات والتحويلات، وفي الأخير سنقوم باستعمال محرك البحث المخصص أو المتخصص في الصور جوجل إيماج. إذن محرك البحث جوجل هو محرك البحث الأكثر استعمال في العالم، بحيث 90% من عملية البحث تتم عليه. ولو أن البحث المباشر البسيط كافي في أغلب الحالات، إلا أنه بفضل تقنيات البحث المتقدمة يمكن الوصول إلى محتويات دقيقة أكثر. قبل البداية في استعمال محرك البحث، يجب أن نعرف ما هي الرموز التي يهملها جوجل. إذا هناك بعض الحروف والرموز التي يهملها جوجل، منها الحروف الكبيرة في الكلمات اللاتينية التي تكتب بالماجيسكيول. إذا عند كتابة كلمة بالماجيسكيول سيحولها مباشرة إلى المينيسكيول ولا يعير اهتمام للكلمات الكبيرة أو الصغيرة. ثاني حاجة هي علامات الوقف، عادة النقطة، الفاصلة والفاصلة النقطية. أيضا جوجل يقوم بإهمال الرموز باستثناء الرموز التي يستعملها في المعاملات والتي سنتطرق إليها فيما بعد. بالإضافة إلى هذا، يقوم جوجل بإهمال الكلمات الأكثر تكرارا، وهي في الغالب أدوات العطف أو حروف العطف، مثلا في العربية الواو الفاء ثم إلى آخره، في الإنجليزية the and an a، وفي الفرنسية le la un une إلى آخره. إذا كل هذه الأشياء يقوم بإهمالها محرك البحث جوجل، لذا يمكن عدم كتابتها أصلا. إذا قلنا بأن محركات البحث تستخدم في بحثها الكلمات المفتاحية أو لموكلي، وبالإضافة إلى هذا تستخدم محركات البحث لزوبيراتور أو أوبيريتورز مع الكلمات المفتاحية لتوفير خيارات إضافية لعملية البحث. إذا كنا سبق وتطرقنا في المحاضرة إلى بعض هذه المعاولات، ولكن سنحاول تطبيقها فيما بعد. إذا هناك نوعين من البحث في جوجل، إما البحث البسيط باستعمال الكلمات المفتاحية ثم الضغط على الزر بحث، أو باستخدام البحث المتقدم. إذا للدخول على البحث المتقدم يجب كتابة الكلمات المفتاحية ثم الضغط على رابط بارامتر ثم اختيار ريسيرش افانسي. ستظهر لنا نافذة تسمح لنا باستعمال كل خيارات البحث المتقدم. إذا إذا أردنا البحث عن كلمات أو جمل والبحث عنها لطريقة كتابتنا لها، سنقوم بوضعها في هذه الخانة بحيث سيقوم بإضافة المطتين لها. إذا أردنا البحث عن موضوعين دون الخلط بينهما، إذا سنقوم بإضافة الكلمات المفتاحية هنا، سيقوم بالبحث عن الموضوعين عن واحدة ويقوم بإضافة كلمة أور بينهما. إذا أردنا إقصاء كلمات من البحث، نقوم بإضافتها في هذه الخانة هنا بحيث سيقوم بإضافة الناقص لهذه الجمل ويتم إقصاؤها من نتائج البحث. إذا أردنا البحث عن مجالات مثلاً، إما فترات زمنية أو وحدات قياس، يجب وضعها في هذه الخانتين هنا. إذا يمكن أيضا تحديد لغة البحث باختيار اللغة من هذه الخانة هنا. يمكن أيضا تحديد بلد نشرت فيه هذه المواضيع باختيار البلد من هذه الخانة. أيضا يمكن تحديد الفترة الزمنية التي نشرت هذه المواضيع باختيار الفترة الزمنية من هذه الخانة. أيضا يمكن تحديد الموقع الذي سيبحث فيه جوجل عن هذه المواضيع أو الكلمات المفتاحية بوضع عنوان الموقع في هذه الخانة هنا. أيضا يمكن تحديد المكان الذي تتواجد فيه هذه الكلمات المفتاحية في الموقع، مثلا في التايتل أو في التكست داخل الموقع. أيضا يمكن تفعيل خاصية البحث
الآمن أو السيف شارج. يمكن أيضا اختيار نوع الملف الذي نريده، سواء ملف PDF، Word أو PowerPoint وإلى آخره من الملفات. أيضا يمكن تحديد ما إذا كان المحتوى مجاني أو غير مجاني باختيار هنا le droit d'usage. إذن كل هذه الخيارات يتيحها البحث المتقدم في جوجل، وسنقوم بالتطرق إلى بعضها بعد حين. إذن أولا سنبدأ بطريقة تفعيل البحث الآمن الذي يقوم بإقصاء المواقع الإباحية والتي تحتوي على العنف. إذن لتفعيل البحث الآمن ندخل على صفحة إعدادات البحث، ثم نذهب إلى فلاتر البحث الآمن ونقوم بتفعيل الخاصية بهذا الشكل. إذن سنحاول قيام هذا مباشرة على الفايرفوكس. إذا هذا هو الفايرفوكس، إذا يمكن تحميله مباشرة من الموقع الرسمي لفايرفوكس ثم تنصيبه باتباع الخطوات التي يقترحها. إذا أولا لإضافة محرك البحث جوجل في صفحة البداية نقوم بالذهاب إلى الخيارات ثم نختار أوبسيون. إذا في أوبسيون نذهب إلى أكي. إذا في أكي سنقوم بوضع رابط محرك البحث جوجل في باج داكي نوفيل فينتر. إذا نقوم ب كتابة http://www.google.fr. إذا بعد القيام بهذا نقوم بالغلق لأنه يحفظ بصفة أوتوماتيكية. إذا بعد هذا، بعد الضغط على أيقونة الصفحة الرئيسية في فايرفوكس، سيتم توجيهنا مباشرة إلى محرك البحث جوجل لأنه وضعناه في الصفحة الرئيسية. إذا لإضافة موقع إلى المفضلة، أولا نقوم بالدخول على الموقع، مثلا موقع منصة مودل للمدرسة العليا. إذا بعد الدخول على الموقع نقوم بالضغط على أيقونة النجمة وهي أيقونة المفضلة أو الفابوري. إذا ستظهر لنا نافذة لإعطاء اسم لهذا الموقع، إذا سنقوم بتسميته تيلي أنسينيمون سيت كيكدا، ثم نختار المكان الذي سيوضع. إذا مثلا يمكن وضعه في المنيو ديماخ دو باج. إذا بعد الانتهاء من هذا نضغط على تيرميني، سنلاحظ أنه أضاف إلى المفضلة وسنجده هنا في الأسفل. إذن يمكن إضافة مجلدات ومواقع أخرى للمفضلة وتنظيمها حسب ما نريد، ويمكن أيضا وضع المواقع في شريط المهام هنا في فايرفوكس. مثلا يمكن جلب هذا الموقع ووضعه في الأعلى. إذن للدخول إلى هذا الموقع مرة أخرى يكفي الضغط على أيقونة المفضلة للوصول إلى الموقع دون كتابته. إذن بهذه الطريقة يمكن إضافة المواقع إلى المفضلة. إذن نرجع الآن إلى طريقة البحث في جوجل. إذن قلنا توجد طريقتين، إما البحث المباشر أو البحث المتقدم. إذن للقيام ببحث مباشر نكتب مباشرة الكلمة المفتاحية، مثلا محركات البحث، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على إنتر ليقوم بالبحث المباشر ويظهر لنا نتائج البحث. إذا للوصول إلى خيارات البحث المتقدم يجب الضغط على بارامتر ثم نختار ريسيرش افونسي. إذا هنا ستظهر لنا النافذة التي تسمح لنا بالقيام بمختلف خيارات البحث المتقدم. إذا نبدأ أولاً بخيار السيف سيرش. إذا لتفعيل هذا الخيار يمكن إما اختيار هنا ماسكي لي ريزولتا اكسبليسيت وسيقوم بحجب المواقع الإباحية وأيضا التي تحتوي على العنف الغير مرغوب فيها، أو يمكن الدخول إلى خيارات سيف سيرش بالضغط على هذا الرابط ثم الذهاب إلى بارامتر دو غوشيرش. هنا يمكن تفعيل هذه الخاصية أو خاصية سيف سيرش فيتشر. إذا بعد تفعيل هذه الخاصية نضغط على أونريجستري في الأسفل. إذا بهذا نكون قد فعلنا خاصية البحث الآمن، وبالتالي سيقوم بفلترة نتائج البحث المستقبلية ويقوم بإقصاء نتائج البحث الغير مرغوب فيها. إذا الآن نبدأ في استخدام معاملة البحث الخاصة بجوجل. فمثلا للبحث عن كتاب أو تقرير أو بحث أو أي ملف، مثلا بصيغة PDF أو بصيغة Word Doc أو بصيغة PowerPoint PPT، نكتب ما يلي: File Type متبوعة بنقطتين، ثم صيغة الملف الذي نريد البحث عنه، ثم العنوان الذي نريده. مثلا في هذا المثال إذا قمنا بكتابة File Type 2.PDF ثم المغرب العربي،
سيظهر لنا نتائج بصيغة PDF لبحث عن المغرب العربي. سنحاول القيام بهذا مباشرة على محرك البحث جوجل. إذن سأقوم بكتابة File Type .pdf المغرب العربي، ثم نضغط على Enter. هنا ستلاحظون أن نتائج البحث كلها هي عبارة عن ملفات بصيغة PDF، ويمكن تحميلها كما تلاحظون هنا. إذن هذا إذا أردنا البحث عن ملف من صيغة معينة في جوجل. أيضا لحصر عملية البحث بموقع واحد فقط، نستطيع كتابة العبارة Site متبوعة بنقطتين دوبوا في محرك البحث، ثم نتبعها برابط الموقع بدون مسافات، ثم نكتب الكلمة المفتاحية التي نريد البحث عليها في هذا الموقع. مثلا إذا أردنا البحث عن مقياس الأنتيك في منصة المدرسة العليا، نقوم بكتابة Site دوبوا ثم موقع المنصة كما هو موضوع هنا، ثم نقوم بكتابة كلمة أنتيك. إذن هنا سيمكننا من الكشف مباشرة عن درس الأنتيك في منصة مودل الخاصة بالمدرسة. إذن سنحاول القيام بهذا. إذن سايت دوبوان ثم موقع المدرسة ثم الموضوع الذي نريد البحث عنه، ثم نضغط على ريسيرش. هنا ستلاحظون أنه أخذنا مباشرة أو قام ببحث مباشر في موقع المنصة عن الكلمة المفتاحية أنتيك، وبالتالي سيقوم بتوجيهنا مباشرة إلى درس تكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال على المنصة. أيضا لإظهار نتائج البحث التي تحتوي عناوينها على الكلمات التي نريدها فقط، نستطيع أن نكتب in title متبوعة بنقطتين ثم الكلمة التي نريدها. مثلا إذا قمنا بكتابة in title نقطتين التجارب المدعمة بالحاسوب، سيظهر لنا نتائج البحث التي تحتوي عناوينها على الكلمة التي أو الجملة التي قمنا بكتابتها. مثلا في هذه الحالة إذا قمنا بكتابة Untitled التجارب المدعمة بالحاسوب، سيخرج لنا كل النتائج التي عناوينها تمت كتابتها بهذه الكلمات المفتاحية. إذا ستلاحظون هنا تحصلنا على كل الفيديوهات المسمات بالتجارب المدعمة بالحاسوب، وأيضا المواقع التي عناوين صفحاتها تحتوي على هذه الكلمات المفتاحية. أيضا للبحث عن مواقع شبيهة أو ذات صلة بموقع معين، يمكن كتابة related متبوعة بنقطتين ثم اسم الموقع الذي نريد أن نبحث عن ما يشبهه. مثال مثلا عن موقع كتب وأجهزة إلكترونية، مثلا لو قمنا بكتابة related ثم موقع snack.com الذي هو عبارة عن موقع لبيع الكتب والأجهزة الإلكترونية، في هذه الحالة سيظهر لنا النتائج البحث عن المواقع التجارية المماثلة. مثلا هنا تحصلنا على موقع أمازون، موقع shopiter.com، وأيضا موقع abdbooks.at. سنحاول القيام بهذا مباشرة في محرك البحث جوجل. إذن المواقع الشبيهة لفناك.com هي مواقع أمازون، شابيتر، أبي أولي إلى آخره. أيضا للبحث عن تعريف كلمة معينة، نكتب define متبوعة بنقطتين في مستطيل البحث، ثم نكتب الكلمة التي نريد أن نعرفها. في المثال مثلا define COVID-19، ستظهر لنا تعريف الكلمة وأيضا مصدرها. مثلا هنا تحصلنا على تعريف كلمة كوفيد بالإنجليزية وأيضا مصدرها منظمة الصحة العالمية. إذن كوفيد is a disease caused by the new strain coronavirus، ومصدر هذا التعريف هو منظمة الصحة العالمية أو World Health Organization. أيضا يمكن البحث عن موضوعين في نفس الوقت أو عن الصفحات التي تحتوي على موضوعين في نفس الوقت، لذا نضع علامة الزائد بينهم. مثلا لو كتبنا ألجيريا زائد كوفيد، سنتحصل على النتائج المتعلقة بالموضوعين في نفس الوقت. يعني إذا كتبنا ألجيريا زائد كوفيد، سنتحصل على كل الإحصائيات والخاصة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر بكل تفاصيله. أيضا أحيانا للبحث عن كلمة مرتبطة بكلمة أخرى، ولكن نريد الكلمة الأولى فقط بدون الكلمة المرتبطة بها، هنا نضع علامة الناقص بينهما. مثلا في المثال هذا عندنا كلمة جاكوار التي تعني في نفس الوقت السيارة أو موديل السيارة جاكوار، وأيضا الحيوان أو حيوان الجاكوار. مثلا إذا أردنا النتائج الخاصة بالسيارة، نقوم بكتابة جاكوار بين مطتين ثم نضع ناقص أنيمال.
يعني نريد النتائج التي تتكلم فقط عن السيارة. في هذه الحالة ستظهر لنا النتائج التي تتحدث عن موديل السيارة جاكوار. ستلاحظون هنا أن النتائج خاصة فقط بالسيارة. أيضا كما سبق وقلنا، للبحث عن جملة مرتبة نصيا كأن تكون مقولة أو جملة في خطاب، نكتب الجملة بين مزدوجتين. مثلا نكتب بين مطتين: A person who has never made mistakes has never tried to innovate. هذه مقولة للبحث عن مثلا من قالها، نقوم بكتابتها بين مطتين. إذن ستظهر لنا النتائج التي تحتوي على هذه الجملة كما كتبناها، وهي في الحقيقة مقولة لألبرت أينشتاين. إذن بالإضافة إلى معاملات البحث المتقدم، يمكن استعمال محرك البحث جوجل للحسابات والتحويلات. إذن لتحويل الوحدات يوفر محرك البحث جوجل خدمة لذلك، بحيث يمكن له تحويل المسافات، السرعة، الوزن، العملات، درجات الحرارة إلى آخره. مثلا لمعرفة أسعار صرف العملات والتحويل بينها، نكتب مثلا كلمة البحث أورو ثم ديزاد للتحويل بين عملة الأورو والدينار الجزائري. سيظهر لنا محول العملات. إذن هنا 1 أورو يساوي 160.54 دينار جزائري. يمكن التغيير مثلا 10 أورو، سيقوم بإعطائنا النتيجة مباشرة في المحول. بهذه الطريقة يمكن التحويل بين مختلف الوحدات الأخرى. إذن بالإضافة إلى استعمال جوجل كوسيلة لتحويل الوحدات، بإمكان أيضا إجراء عمليات حسابية مثل الجمع، الضرب والطرح والقسمة، وعمليات أكثر تعقيدا مثل الجذور والأس. إذن يمكن كتابة العملية بالرموز الرياضية المعروفة مثل الزائد، الناقص، الضرب، القسمة، أو بالحروف مثلا 10 مضروب 5. في المثال هذا مثلا كتبت 2 ثم هذا الرمز وهو رمز الأس 10. إذن 2 أس 10، ستظهر النتيجة مباشرة على آلة حاسبة علمية 1024. يمكن استعمال هذه الآلة الحاسبة مباشرة للقيام بعمليات أخرى مثلا 80 تقسيم 6 زائد 2، ستظهر النتيجة مباشرة في الآلة الحاسبة. إذن بالإضافة إلى هذا، يمكن الحصول على الرسم البياني للمعادلات الرياضية. إذن يكفي كتابة المعادلة بالرموز اللاتينية في محرك البحث والضغط على إنتر. مثلا في هذا المثال كتبنا Fx equal 5 sinus x ناقص 6 cosinus x، تظهر مباشرة لنا في النتيجة الرسم البياني لهذه المعادلة. إذن هنا سيظهر لنا الرسم البياني للمعادلة، ويمكن عمل الزوم أو إظهار النقاط داخل المنحنى، تظهر لنا الإحداثيات مباشرة x والإيجراك. إذن بالإضافة إلى معاملات البحث المتقدم والحسابات الرياضية، يقدم جوجل العديد من محركات البحث المتخصصة التي تكتسي أهمية بالغة عند البحث الدقيق. ومن أشهر هذه المحركات مثلا جوجل للكتب أو جوجل بوكس للبحث عن الكتب إما المجانية أو التجارية، الباحث العلمي أو جوجل سكولار وهو محرك بحث خاص بالطلاب والباحثين للبحث عن المقالات والمجلات العلمية، جوجل للمدونات أو جوجل بلوكس لتصفح أحسن المدونات حسب المجالات، وأيضا جوجل للصور أو جوجل إيماج وهو محرك بحث المعروف الخاص بالصور. إذا لن نقوم بالتطرق إلى كل هذه المحركات، ولكن سنحاول تجريب جوجل للصور أو جوجل إيماج. إذا جوجل إيماج في خاصية جميلة جدا، وهي البحث باستعمال الصور أو البحث عن صور مماثلة. مثلا أحيانا عندنا صورة ونود مثلا العثور عن صورة مماثلة لها بجودة أعلى، أو إيجاد مصدر هذه الصورة، وأيضا تحديد تاريخ نشر هذه الصورة لأول مرة. إذا للاستفادة من هذه الخدمة، نقوم بالدخول على رابط جوجل إيماج ثم نضغط على أيقونة الكاميرا الصغيرة هنا. إذا بعد القيام بهذا، سيطلب منا إما وضع رابط للصورة في مربع البحث أو تحميل الصورة من الجهاز. كما يمكن إدراج الصورة في مربع البحث عن طريق السحب والإفلات أو دراج أند دروب. إذا بعد توفير الصورة لمحرك البحث جوجل، سيقوم بالبحث عن كل الصور المماثلة لها.
بالإضافة إلى هذا، يوفر جوجل إيماج بحث متقدم يسمح بتدقيق النتائج بشكل كبير. مثلا يمكن الوصول لبعض خيارات البحث المتقدم عن طريق زر أدوات البحث أو لزوتي. إذا ستظهر لنا عدة خيارات، مثلا يمكن اختيار حجم الصورة بين كبير متوسط أو أيقونة. يمكن أيضا تحديد الألوان في الصورة، مثلا اختيار جميع الألوان أو صورة بالأبيض والأسود أو لون محدد. يمكن تحديد نوع الصورة من بين قصاصات، رسوم أو صورة متحركة جيف. أيضا يمكن تحديد الفترة الزمنية للصورة، إما أن تكون حديثة أو قديمة. وفي الأخير يمكن أيضا تحديد حقوق الاستخدام لاختيار الصور المجانية ومفتوحة المصدر. إذا سنحاول القيام بالعمليات مباشرة في محرك البحث. إذا للدخول على محرك البحث خاص بالصور نقوم باختيار جوجل إيمج. إذا بعد الدخول على جوجل إيمج يمكن إما استعمال الكلمات المفتاحية لإيجاد الصور أو البحث عن طريق صورة معينة. إذا نضغط على أيقونة الصور هنا ريسيرش بار إيمج، سيطلب منا إما رابط الصورة أو توفير هذه الصورة من الحاسوب. إذا سنضغط على امبورتي إن إيمج ثم نضغط على بار كورير، وسنقوم مثلا بإعطائه صورة معينة، مثلا هذه الصورة. إذا سيقوم بتحميل الصورة في محرك البحث، ثم سيحاول إيجاد جميع الصور المشابهة لها كما تلاحظون هنا. إذا هنا نلاحظ أنه قام بالبحث عن جميع الصور المشابهة لهذه الصورة. إذا لتدقيق البحث أكثر يمكن استعمال خاصية أوتي. إذا في أوتي يمكن تحديد حجم الصورة بين صورة صغيرة متوسطة أو كبيرة أو حتى أيقونة. يمكن تغيير أو البحث باستعمال الألوان، إما صورة أسود وأبيض أو باستعمال لون محدد. يمكن أيضا تحديد نوع الصورة بين صورة كليب آرت ديسان أو حتى صورة متحركة جيف. يمكن تحديد الفترة الزمنية التي تم نشر فيها الصورة. يمكن أيضا اختيار الصور المجانية من هذا الخيار هنا. إذا كما لاحظتم جوجل يوفر العديد من الخصائص والميزات التي يجب استعمالها. إذا هذا كل ما يخص هذا العمل التطبيقي. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.